قلنا لحضراتكم في مقدمة حلقة النهاردة ان احنا هنعيش معاكم كده ابتداء من النهاردة وعلى مدى الحلقات اللي جاية ان شاء الله حالة من النوستالجيا، نوستالجيا الاهلي الجميلة. طبعا هنرجع من خلالها مع يعني بالزمن مع كل حضراتكم حوالي قولوا 38 سنة كده تقريبا لورا. طبعا نهائي دوري ابطال افريقيا هيكون يوم 27 من الشهر الحالي، وبالتالي احنا حابين ان احنا نسترجع مع حضراتكم نوستالجيا الاهلي مع البطولة دي تحديدا اللي توج بيها 8 مرات ولغاية ماتش النهائي ان شاء الله ربنا قدرنا نكون حكينا لكل حضراتكم قصة الثمان بطولات اللي فاتوا، وهنبتديها بحكاية نهائي اول لقب وهو لقب عام 1982 اللي الاهلي توج بيه على حساب كوتوكو الغاني، واقيمت مباراة الذهاب يوم الاحد 28 نوفمبر في استاد القاهرة امام 60,000 متفرج، وفاز في هذه المباراة النادي الاهلي بنتيجة 3-0. تشكيل الاهلي في اللقاء ده كان كالاتي، كان بيضم اكرامي، مدحت رمضان، ماهر همام، مصطفى يونس، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدي عبد الغني، مختار مختار، مصطفى عبده، محمود الخطيب، محمد عامر، وطبعا شارك الثنائي الشهير طاهر ابو زيد وحسام البدري في الدقيقه 72 كبديلان للثنائي محمود الخطيب ومدحت رمضان على الترتيب، وكان وقتها المدير الفني هو الراحل العظيم محمود الجهري. طبعا الجهري هو اللي صنع الثلاث اهداف في مباراه، عفوا اللي صنع الثلاث اهداف في هذه المباراه هو المجري مصطفى عبده، وسجل الخطيب هدفين في الدقيقه 13 والدقيقه 34، وعلاء ميهوب سجل هدف في الدقيقه 19. عن مباراه بقى الاياب خليني اقول لحضراتكم هي اقيمت الحد 12 ديسمبر في مدينه كوماسي الغنيه، ده بحضور اكثر من كان 70,000 متفرج وقتها، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. التشكيل كان اكرام الشحات، ماهر همام، مصطفى يونس، مدحت رمضان، مجدي عبد الغني، محمد عامر، مصطفى عبد الواحد وهو بيقول الاسامي دي مبسوط، محمود الخطيب، ربيع ياسين، طاهر ابو زيد، علاء ميهوب، ومختار مختار. سجل هنا بقى هدف الفريق الغاني جون بان ريمان، ده كان في الدقيقه ال 12، وعادل للاهلي، عادل الاهلي بقى محمود الخطيب في الدقيقه 70 تحديدا بهدف صنعه مختار مختار. الصعوبه او صعوبه المباراه الاياب كانت في الاجواء وقتها، لان الجماهير في غانا استقبلت الاهلي في المطار بعلامه 5، اي يعني ان هم هيكسبوا 5. كمان ليله المباراه بعض الجماهير عملت زي ضوضاء كده ودوشه حول فندق اقامه اللاعبين عشان ما يعرفوش يناموا وبالتالي يدخلوا المباراه وهم يعني مجهدين، حاجات يعني انت عارف بس على مين؟ على مين؟ على مين في الاخر؟ بعد كده اللي حصل كالاتي، قرر فؤاد محي الدين رئيس الوزراء وقتها انه يمنح كل لاعب 2000 جنيه مكافأة، وكمان كابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير الكرة شكل لجنة عشان يستقبلوا من خلالها هدايا المشجعين اللي كانت طبعا كتير جدا، واللي كان أكثرها تميزا 30 مصحف مطليين بالذهب من مشجعي النادي الأهلي في هذا الزمان. الأهلي خاض 10 مباريات في بطولة عام 1982، حقق الفوز في 5 مباريات داخل الأرض، وخارج مصر خسر مباراتين وتعادل في 3 مباريات. كانت أكبر نتيجة ليه هو الفوز أو هي الفوز أمام يانج أفريكانز في دور ال 16 بخماسية نظيفة، سجل خلال البطولة 18 هدف فيما استقبلت شباكه 5 أهداف، وكان هداف البطولة كابتن محمود الخطيب برصيد 6 أهداف.